وينضم إلينا من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد. يعني كريم، لو نبدأ بإعلان النيابة العامة بفتح تحقيق في قضايا فساد وتهريب أموال، لو تعطينا تفاصيل أكثر، خاصة أن هذه التحقيقات طالت رجال أعمال يشتبه في تورطهم في قضايا فساد. نعم سهى، يعني الشعب الجزائري لما خرج في مظاهرات مليونية كان يرفع لافتات مطالبة بمحاسبة الذين بددوا المال العام والذين نهبوا المال العام والذين أخرجوه بالعملة الصعبة يعني وهربوه إلى الخارج، وبالتالي كانت هنالك دعوات يعني كثيرة من أجل محاسبة هؤلاء. كان البداية يعني أمس مع رجل الأعمال المعروف علي حداد الذي أوقف على مستوى يعني النقطة الحدودية بين تونس والجزائر، وهو الممنوع من السفر أو الخروج خارج الوطن، ولكن مع هذا كان يحاول أن يخرج يعني خلصة يعني في ساعة الصباح الأولى حوالي الساعة الثالثة صباحا. اليوم أيضا يعني أفرجت يعني النيابة العامة عن هذا البيان الذي يؤكد يعني التحقيق الابتدائي مع شخصيات معروفة ونافذة ورجال أعمال يعني مشتبه فيهم في تورطهم في قضايا تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج. العدد يعني المبدئي والأولي الذي حسب تسريبات إعلامية تؤكد أنه حوالي 60 شخصا، وهذه الشخصيات يعني ليس لمفردها ولكن هي وعائلاتها ومقربيها أيضا. لكن الإشكال يكمن يعني حسب مراقبين أن ربما هذه الخطوة كانت متأخرة بعض الشيء، ربما هؤلاء رجال الأعمال قد يعني قاموا بكل الاحترازات اللازمة والأموال موجودة في ليست بأرصدتهم الشخصية ولا أسمائهم، وبالتالي من الصعب جدا أن يعني تستعاد أو تسترجع هذه الأموال في حال ما ثبت فعلا يعني حسب نهاية التحقيق وثبت تورطهم في قضايا تهريب الأموال. نعم، على جانب آخر كريم، يعني وسائل إعلام جزائرية ذكرت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان الاستقالة ومغادرة منصبه غدا الثلاثاء، لو تعطينا تفاصيل أكثر وتأثير مثل هذا الإعلان الآن في الشارع الجزائري. اولا هذه الاخبار يعني تتداول يعني تتداول منذ يعني الصباح، ووسائل الاعلام كلها ثقيله ووسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه والصحف كلها تتكلم حول هذا الموضوع. نعم. استقاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وايضا نحو يعني انهاء مهام رئيس مجلس الامه عبد القادر بن صالح، وهو بمثابه ترتيب للخروج وتفعيل الماده 102 من الدستور بعد اذا ما يعني قام وافرج عن حكومه تصريف أعمال، وبالتالي الخروج من بوابة المادة 102 ولكن بأقل الأضرار بالناحية الدستورية، أي ستفعل هذه المادة بشكل عادي، أن المادة 102 من الدستور تسوقنا إلى المادة 104، وبالتالي الجزائر لم تكن تملك حكومة قبل يعني أمس حيث كانت المفاوضات جارية، وبالتالي لو طبقت المادة 102 من الدستور دون الإفراج عن حكومة، ولو كانت هذه الحكومة لا تلقى الإجماع وبالعكس كانت يعني صب الزيت على النار كما يقال، ورأينا رفضا واسعا لهذه الأسماء المطروحة، البعض يقول بأنها تغيير للجلد فقط على حساب يعني المضمون وعلى حساب الأشخاص، بالتالي رأينا أمناء عامين في وزارات أخرى يعني رقوا وأصبحوا هم يعني الوزراء، شاهدنا شخصيات مغمورة وأخرى فكاهية، والشعب الجزائري الآن يعني في حيرة من أمره، من هو الذي يسوق الجزائر إلى هذا الحد؟ نعم، من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.